صعبة الكرة هذه لصالح عناصر فريق مولودية بجاء من مخالفة في اتجاه يايا يستعد لتنفيذها. يا يا اوبا با با جول. يا سلام على يا سلام، جول من اروع ما يكون، حطها في الزاوية اليمنى وكأنها بيده، جول عالمي من يايا عند الدقيقة الواقع. وستأتي الشباك، هل ستأتي الشباك نادي الزمالك المصري في هذه الكرة في هذه اللقطة؟ لك يا يايا. لك يا يايا، لك هذه الكرة، كيف ستنفذها لا يهم، المهم أن تكون في شباك. لننتظر إلى غاية الدقيقة 32، أين استفاد يايا من مخالفة تولى تنفيذها بطريقة رائعة. كرته تسكن شباك بلهاني الذي بقي واقفا في مكانه. هدف